انت كشخص بيخوض تجربة تطهر ذاتي، حد عاش في جنوب شرق آسيا فترة طويلة، المطر ده بالنسبة لك رحمة؟ بالنسبة لي رحمة وخير أمل. في آسيا، في جنوب شرق آسيا، كانت كل يوم أصلا الطبيعي إن هي بتمطر كل يوم، وفي شهرين تقريبا في السنة أو ثلاثة وبيسموه موسم الأمطار. يعني هو فالناس بقى بتفكر إن موسم الأمطار لو جت في أوقات تانية مفيش مطر. موسم الأمطار ده يعني المطر بيزداد غزارة، بتشوف بروفا يوم القيامة كل يوم، برق ورعد وكذا. أنا بحب المطر جدا من قبل حتى آسيا يعني، بس فالمطر بالنسبة لي رحمة وتطهر برضه. يعني في أوقات أنا كنت ببقى عايز أستذكر يعني الحالة، يعني في حالات الواحد بيحاول إن هو مش يعني ينساها او يتناساها، بس بيحاول ان هو يتجاوزها شويه ويرجع لها وهو اقوى يعني. بس انا في اوقات كتيره جدا كانت المطره بالنسبه لي ابقى مثلا زعلان جدا او غضبان او كذا، والاقي مطره فانزل تحتيها، اهرب من الشمسيه واهرب من المظله واهرب من الحاجه اللي ممكن انها ايه تمنع المطره دي، يعني تحط حاجز ما بيني وما بينها يعني. في آسيا برضو اتعلمت حاجة مهمة، اتعلمت احترام الكائنات، كل الكائنات، كل الكائنات، وخصوصا الأدق والأصغر منها والأضعف. يعني أنا تلقائيا بقيت نفسي، بقيت أشوف في أواخر سنيني هناك وما زلت مستمر على العادة دي، إن الحشرة والكائن والكذا أنا أخره معايا ده انا يعني اخده كده بمنديل من غير ما اموته طبعا ولا اضربه، واروح مطيره لانه روح. انا ليه انهي روح؟ بتخيل بقى انه عنده عيله وعنده اسره وعنده كذا. فاحترام الكائنات، احترام ان كل حاجه في الكون ليها دور معين، ممكن في بعضنا ما بيقديش الدور ده. او نرجع بقى تاني لسؤال التطهر، تقصد ايه بقى بالتطهر؟ ايه بقى؟ تطهر؟ يعني التطهر دي درجة انا اعتقد ان احنا لو وصلنا اصلا للتطهر الكامل يعني احساسي كده، ممكن ابقى يعني غلط وممكن ابقى صح برضه. يعني اعتقد ان احنا في رحله، ان احنا لو وصلت للتطهر الكامل فانا هيبقى مكاني مش هنا، اعتقد رحلتي هنا على الارض هتنتهي. لكن خليني اقولها لك بقى بشكل مختلف، انا بحاول ابقى صادق مع نفسي، يعني انا بحاول اصدقني، بحاول ان انا ايه كنت مهتم بده زمان بس وزاد الاهتمام اكتر اكتر فاكثر فاكثر مع مرور الوقت والزمن، بقت بالنسبة لي دي الوجهة. مقياس عندي ان انا بيني وما بين نفسي، هل انا فعلا مفيش حد بقى جنبي، مفيش لا حد يعني انت مستني منه مدح او ذم، مفيش كذا، انا بيني وما بين الانور، هل انا مصدقني ولا لا؟ لو لقيت عندي شك في الصدق ده معناه ان انا بكذب على نفسي، بحاول اراجع بقى نفسي تاني في ايه؟ في كذا. وبرضه في درس انا اتعلمته في مؤخرا، ان انا ممكن اكون تطرف في الجانبين مش صح، يعني لا ان انا اسيب نفسي اسيب لها الحبل على الغارم فتوديني في داهيه، ممكن تجرني لمناطق وحشه جدا، وحصل قبل كده يعني، حصل كتير كمان. او ولا اني اجلد ذاتي فاواجه على نفسي جدا، وده حصل برضو للاسف كتير، فبتعاندني نفسي، بتعاندني، بتأثر على صحتي وبتأثر على نفسيتي وبتأثر على كذا يعني. حتى فتعلمت بحاول ان انا ما اجيش على نفسي دلوقتي، ولا في نفس الوقت بحاول اعمل التوازن والبالانس ده، وده شيء مش سهل يعني.
بعمل كده لان انا عايز ارتاح. انا يعني حاليا انا مهمتي في الدنيا، انا عايز المقياس ان انا اخد full breathe circulation، نفس عميق كده اقدر ادخله واخرجه تاني. لما في حاجة بتحشرك كده زي التانية متحشرجة في الحل كما الغصة، عجبي على زمان بيروح يسمنته في الزنازين. فلما بتبقى حاجة محشرجة بحاول اراجع بقى ايه المشكلة. جدتي زمان الله يرحمها كانت تقولي خلي بالك من نفسك لسنوات كتيرة والفترات طويلة، وده في الموروث الشعبي دايما احنا بنسمعها، الناس الكبيرة بتقولك خلي بالك من نفسك خلي بالك من نفسك. فأوقات الواحد كان متخيل ان خلي بالك من نفسك دي اللي هو ايه، حاسس عليها وبتاع وكذا ومش عارف ايه يعني، ما فاهم. انا شفتها في فترة خلي بالك من نفسك. احذر نفسك، احذر نفسك، لان نفسك ممكن تشتغلك، ممكن تضحك عليك، ممكن تغشك. فقعدت شوط انا برضو شويه فخلي بالك من نفسك دي، يعني لقيت ان ممكن يبقى عدوي الاول مش شيطان ومش شخص شرير، ممكن تبقى عدوي الاول نفسي وانا مش واخد بالي. فبدات احاول ان انا احاول اعرفها، احاول اشوفها، اتفاهم معاها، احاول اعرف العبها هي عامله ازاي، لانها لعبت عليا كتير، لعبت عليا كتير جدا وخدعتني كتير جدا. وبحاول بشكل او باخر ابص على صورتي انا من بره، يعني هل هي مش عايز اخش في ميتافيزيكس او يعني او كلام، يعني اي كلام انا بقوله ما بقولوش بالمنحة الشرعيه ولا كذا، بقول بمنحة ولا يعني اللي انا حاسه ممكن يكون غلط او صح. هو بيقول لك اقرا كتابك، لا بيقول لك ايه، فاما من اوتي كتابه بيمينه فهو في عيشه راضيه في جنات عاليه، هو كما قال الله عز وجل، تمام نهايه الايه. ان صح يعني انا اذا كنت بقول الايه صح، واما من اوتي كتابه بشماله فامه هاويه وما ادراك ما هي وكذا. بالنسبة لي أنا يعني ممكن يكون غلط تصوري أو كذا، بس ممكن أبص لها بمعنى فلسفي، إن أوتي أصلاً ما هو في اللغة فعل ماضي، والزمن في مفهومنا لحظي، في مفهوم الإله نسبي عدى أصلاً. قالوا كم لبستم؟ قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم. طيب لو أنا أوريدي أوتيت أصلاً، خدته بقى، خدت الكتاب بتاعي بيميني او بشمالي، طب انا قاعد بعمل ايه؟ فعجبني جدا انا الرابطه بتاعت اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فوصلت لتصور والله اعلم ان انا ممكن اكون انا اصلا اوريدي هنا ببص انا عملت ايه لما كنت على الارض، بقرا كتابي، اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لان اوريدي اللي اوتي اوتي. بالنسبه لي هنا تحل المسير ولا مخير، لان انا طول الوقت قادر اكفى بنفسي علي حسيبه، قادر احاسب الامر طول الوقت، اشوف مش مشكله يعني، ما انا مش هقتل نفسي مثلا عشان يعني انا عملت ايه، ما اعتقدش يعني ان انا ايه اعتقد يعني، ما عملت اخطاء كتير جدا وما زلت برتكب، بحاول دلوقتي اعمل اخطاء جديده يعني، بحاول ما اراعيش نفس الاخطاء تاني عشان ما بقاش قدام نفسي غبي حتى يعني، نفس الطريق انت ماشي فيه متوقع نتيجه مختلفه فبالضروره غبي، فبحاول اقلل من ده، وبحاول أقرأ كتابي كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فبالنهاية أبقى بطل لروايتي طول الوقت. أنا ببص ما أنا في إيدي إن أنا أغير، يعني أنا في إيدي إن أنا اللي هو أوريدي مكتوب، بس أنا بقرأ كتابي كفى بنفسي اليوم عليك حسيبا، إن أنا أجي في نهاية الرحلة أبقى راضي عن أعمالي أو لأ، أبقى أنا بيني وبين نفسي مرتاح بيها ولا لأ، ما هي دي جنتي وهي ناري، ما هو أنا لو مش مرتاح، ما دي متهيالي احساس اصلا، ما النفس لما بتتعبك ما دي نار، ومش لازم المفهوم الفيزيكال نار وبتحرق واحوي ووح وكذا وبتلسع، لكن مفهوم ان نفسي مرتاحه يعني تبقى مطمئنه مش قلقانه، تبقى راضيه ومرضيه، فهمتني؟
فطول الوقت انا طلبي وانا عايز اعيش جنتين، جنه على الارض وجنه في السماء، ومشتاق ان انا ابقى انسان حر من كل القيود، من كل حتى قيد الجسد ده ساعات بيبقى تقيل عليا جدا. يعني مره كتبت اطوق الى ما بعد الافق اطوق الى وصال الوصال حيث كنت من قديم قبل قديم القديم، ربما انا هناك بالفعل الان، وما هذه السطور سوى حلم او رؤيه كتبتها عندما كنت على الارض. كيف عشت على هذه الارض؟ ولماذا تمسكت نفسي بما تعلم انه فاني؟ هل كان لي اختيار في ذلك ام انني سيرت جبرا في رحلة عابرة ولبست روحي هذا الجسد لتذوق الألم والحنين والرغبة الممتزجة بالطين والشهوة؟ لا أنتمي إلى هنا، جئتك عابر سبيل، رحال، غراب، لا أطيق ما تطيقون من ثبات وسبات، قدماي تكاد تتوسلني الثبات فأقرانها من ذوات هذا الجسد. ولما التشبث والثبات؟ أنا لست شجرا ولا حجرا، أنا روح يرتدي جسد يبلى يوما بعد يوم، ونفس تدرك أنها لن تقدر على صاحبها، وقلب يدق على أوتار الحياة لحن الوصال. فده الأنور، ده أنا، ده اللي بحاول اوصل له، بحاول ان انا بقيت اتكلم مع اشيائي ومع الموجودات اللي حواليا، مش بندافع الجنون ولا مرض نفسي ولا كذا، لكن هو في النهايه ما في علاقه ما بيننا. وساعات بنفهم بعض بالمناسبة، يعني في أوقات كتير أنا بلاقي الجمادات دي بنتفاهم أكتر من بشر كتير، والله بحس فيها بالحياة، بتنبض فيها. شايف الجمال؟ بحب أبص على الجمال، بحب أشوف الجمال. الجمال حلو يا جمال. بس ونفسي، عارف نفسي في ايه يا جمال؟ جزء كبير من مشاكلنا كانت مع اهالينا والاجيال اللي سبقتنا، قال لك ما تعملش ده، اوعى تعمل. الاستقبال والارسال مختلف، فاهم؟ في تصوري ان هو بيقول لك، بيقعد يحذرك ما تعملش 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 تعملش، يقول لك ده انا عمري ما عملت كذا وبتاع، يعني عشان هو مثل الاعلى، فهمتني؟ لكن مع الوقت بنكتشف ان هو بيقول لك ما تعملش ده وعشان ده كذا، لان هو اوريدي جربه، فاهم الفكره؟ طب ما انت تسهلها على نفسك، قول لي اعترف. ده بقى ممكن نسميه تطهر او كذا. هو خد بالك حتى بالمنطق البراجماتي، من مصلحه حتى المربي والقدوه والمثل انه لو بيقول لي شايف ان الطريق اللي انا ماشي فيه غلط، تمام، طب ما تقول لي، ما تعترف لي ان انت مشيت فيه وحصل 1 2 3، فهمتني؟ هتعلمني حتى ثقافة الاعتراف بالخطأ، هتعلمني ثقافة الاعتذار، هبقى عندي تفاهم أكتر إن أنت بتكلمني عن بينة، لأن أنا لو ببص على نفسي التين ايجر اللي كان لسه من كام؟ أنا 33 سنة، ده داخل في 34، ولسه العمر بيتسرسب، إيه؟ ولسه العمر بيتسرسب، ولسه رفاقه في الزنازين، وأنا منفي بإن العمر بيتسرسب ولسه رفاقه في الزنازين وأنا منفي، بس مش مشكلة، ولا فلا تهتم بإني حزين ولا من في عهدتي آمن، فلا تهتم بإني حزين ولا من في عهدتي آمن. وقبليها إيه بقى؟ وفي عيونكم أنا لا مؤمن ولا كافر ولا مهتم بأحكامكم، وفي عيونكم أنا لا مؤمن ولا كافر ولا مهتم بأحكامكم، أنا مهتم بأشياء أخرى، وكل الهم يتكون من الفكرة بإن العمر بيتسرسب ولسه رفاقه في الزنازين وأنا منفي. نرجع تاني بقى، معلش بقى على لالا لاند دي، أنا بخش وبرجع وبكذا وبتاع.
كنت بقول ايه؟ انا نسيت والله. فالمثل الاعلى لما او المربي او السلطه الابويه او الكذا اللي بيمنعني او عايز يمنعني عن اني اخوض تجربتي، مع ان انا بالمناسبه يعني حر في خوض تجربتي وفي اختياراتي وفي كذا، لان في النهايه انا هتحاسب عليه، وفي النهايه كل واحد بيشيل شيلته. يعني طالما انت بتدفع فواتيرك، يعني بمختصر هقول لك بشكل مختلف عشان اعرف، انا مع بنتي كارما بحاول وهحاول طول الوقت ان انا اقول لها باباكي غلط في ايه، انا يا كارما عملت 1 2 3 غلط، بدل ما اقول لها ما تعمل اوعي تعملي ده وما تعمليش، هقول لها على تجربتي كامله كامله على قد ما اقدر وعلى قد ما استطع وعلى قد ما كذا، والوحش اللي فيها والاخطاء اللي فيها اعتقد انها هتحترمني اكتر، واعتقد انها هتتعلم اكتر وهتستفيد اكتر. لو انا هدفي فعلا ان انا ايه، مش ان انا اسيطر وكذا لمجرد السيطره، المهدف ان انا افيدها وانور لها طريق، زي ما انا ايه ربنا سبحانه وتعالى بعت لي ناس في حياتي تنور طريق، وبعت لي احداث وبعت لي مشاهد وبعت لي ازمنه وبعت لي كذا واشارات كتيره يعني. وربنا يرزقنا التطهر، يعني ربنا يرزقنا التطهر. ستاره حلوه، بص ميه حلوه. طهارة النفس بقى والروح والذات والعقل. الحق دايما جوه الفطرة، ما بص في الدي ان ايه، في الدي ان ايه، في الدي ان ايه، في الدي ان ايه البني ادم اذا نوى ان هو يصدق ما بينه وما بين ذاته، جواه الحقيقة كاملة. سموها بقى الفطرة، سموها الإحساس، سموها ما يسموها، لكن أنا أعتقد إن إحنا حقيقتنا جوانا. وأعتقد إن إحنا من الأولى نشغل نفسنا بنفسنا قبل ما نشغل نفسنا بالمحيطين حوالينا، وإن إحنا من الأولى إن إحنا نكتشف ذاتنا، بنحاول ونمشي في طريقنا انك في اكتشاف ذاتنا واكتشاف انفسنا قبل ما نفكر حتى نكتشف ربنا او الهنا او كذا، لان اعتقد ان من وجد ذاته وجد ربه. يعني سيد المسيح بيقول في الانجيل ماذا يفيد وانه ماذا يفيد الانسان او انه ماذا يفيد ابن الانسان، يعني مش عايز اخطئ في الكذب، لو خسر لو كسب كل العالم وخسر نفسه، وانه ماذا يفيد الانسان لو كسب كل العالم وخسر نفسه. ده مصيبه، ده تيجي تبص كده تركز فيها كارثه. هبقى انا مين؟ ابقى مسخ من الناس اللي حواليا وانا فين؟ بس ف بحاول بقى ان انا ايه اتصالح، والكلام الكبير ده يعني اتصالح واتوافق واتفاهم مع نفسي ومع ذاتي ومع كذا، لحد ما الرحله تخش في تشابتر تاني. يعني انا بالنسبه لي على فكره الرحله ما بتنتهيش، يعني هي الرحله مش هتنتهي برحله، ده الدنيا حاجه بسيطه جدا، الرحله مكمله يعني. وانا نفسي اشوف الرحله دي ماشيه رايحه فين، عايز بص كده يعني فبحب الاشارات وبحب العبارات وبحب التواصل الدائم، ويا ربنا لا يقطعنا ابدا، نبقى متواصلين. يا سلام على الجمال. بس يا سيدي ايه تاني؟ توصل لي كده ليه؟
اقول لك انا survival disorder، سمعت عنه؟ قلت الناجي. ان انا نجيت وبتاع، حصل معايا يعني، والناس ما نجتش وبتاع. ف بص، انا تجاوزتها بشكل كبير دلوقتي، تجاوزتها بشكل كبير ان شاء الله اظن كده. لكن في اوقات انا كنت بتخيل، بص، في اقصى لحظات مفروض ان انا يعني احس بالامان وبالحرية وكذا، اتخيل الزنزانة، اوضتي زنزانة، تخيل اوضتي زنزانة، واحس اخويا احمد دوم، احس اخويا هشام، احس اخويا هيثم، احس اخويا بتضيق عليا. يوم كان مقداره 50,000 سنة، هو ده اليوم كان مقداره 50,000 سنة مما تعدون. بدعي لهم بقى جدا في كل صلاة، بدعي لهم وفاكرهم طول الوقت، بحبهم طول الوقت، وأحرارهم طول الوقت، وطيور حق طول الوقت، اللي اعرفهم واللي ما اعرفهمش واللي زيهم. والله العظيم بدعي لاهل الارض اجمعين، اهل الارض اجمعين، والله العظيم بدعي لاهل الارض اجمعين. الا شخص واحد او شخصين هم عارفين نفسهم، والله العظيم تقيل عليا حتى ادعي لهم بالهدايه. والله رقبيهم دم كتير، ورقبيهم كذا، ورقبيهم خرا. لسه بقول لك تجاوزتها، قلت لك ممكن اكون تجاوز، بس هيطلعوا يا عم، هيطلع تانية متحشرجة في الحلق كما الغصة، عجبي على زمان بيروح ياسمنته في الزنازين، عجبي على زمان بيروح ياسمنته في الزنازين. والله ما عرفتش اكملها. بص، قلت التانية متحشرجة في الحلق كما الغصة، تكملة يعني لقصيدة كنت بكتبها جزء منها. تانيها متحشرجة في الحلق كما الغصة، عجبي على زمان بيروح ياسمنته في الزنازين، طالعة فروعه من الأرض اللي حوتكم، طالعة جذوره من الأرض اللي حوتكم، جاية جذوره من الأرض اللي حوتكم، عجبي على زمان بيروح ياسمنته في الزنازين، جاية جذوره من الأرض اللي حوتكم، طلع فروعه كسرة حيطان عتمة قلوبكم. الله أكبر، يا كريم يا رحيم يا نور على نور، اللهم اجعل في سمعي نورا، وفي بصري نورا، وفي لساني نورا، وفي وجهي نورا، واجعل عن يميني نورا، واجعل عن شمالي نورا، واجعل من أمامي ومن بين يدي نورا، واجعل اللهم من خلفي نورا، واجعل اللهم من فوقي نورا، واجعل اللهم من تحتي نورا، اللهم اجعل في نفسي نورا، واجعل في نفسي نورا، واجعل في ذاتي نورا، واجعل في روحي نورا، واجعل في عقلي نورا، واجعل في تفكيري نورا، واجعل في كلامي نورا، اللهم اجعلني نورا من نورك، وصلني بنور وجهك الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. شايف السكينة والجمال؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. بس يا سيدي، ويسعد رب الشباب، يسعد رب الشباب يا بي محلاهم، يسعد رب الشباب عابوا هواهم، مثل النعنع بالشاي يا بي مسكاهم، مثل النعنع بالشاي يا بي مسكاهم. هي حس رسبوني في التوجيه وانا مدري، رسبوني بالتوجيه وانا مدري،
خوفي من بنات صفي يفضح الني، خوفي من بنات صفي يفضح الني. اي حسابوني صايع ضايع بالشوارع، والله حسابوني صايع ضايع بالشوارع، مدروني اني بالمسجد صايم واصلي، مدروني اني بالمسجد صايم واصلي. اي طب يسعد رب البنات يا بي محلاهن، يسعد رب البنات يا بي محلاهن، ها مثل السمك بالماي نركض وراهن، مثل السمك بالماي نركض وراهن. هي وعدتينا تحت التينة وما جيتينا، والله ما جاتش. وعدتينا تحت التينة وما جيتينا، وطلبنا منك وما اعطيتينا، وطلبنا منك بوسة وما اعطيتينا. ايه ما كويس تدكش تبقى لي ادب ومتحرش. لا بس طلب طلب. لا اله الا انت سبحانك اني كنت. وين عرام الله، وين عرام الله، قل لي يا مسافر وين عرام الله. وما تخاف من الله، استفهام انكاري ده، ما تخاف من الله، قل لي يا مسافر وين عرام الله. يا كريم يا كريم، الله يجمعنا على خير يا رب. بس يا سيدي لا حول ولا قوة إلا بالله. بس يا حبيبي الحمد لله. قط بقى ما تقطش، انت حر. منك يا ابني، ما تجننش الناس يا ابني، يا ابني الناس هتتجنن. ايه